للفيديو، ولو انت جديد اشترك معايا في القناة وفعل زر التنبيهات علشان توصلك كل الحلقات الجديدة لحد عندك. وتعالى ما نبدأ الحلقة بتاعتنا ونقول بسم الله توكلنا على الله. القائمة الرسمية لMBC، ويلا بينا نخش على أول مسلسل معانا في القائمة، واللي هيكون مسلسل المداح الجزء الثاني، واللي هتدور أحداث المسلسل تحت إطار دراما تشويقي ومثير وكمان رعب. إيه ده يا عم محمود، كل ده في مسلسل واحد؟ عيب أقول لك. أيوة يا صديقي، الشيخ صابر المداح بيرجع مرة تانية علشان يحارب الجن والشياطين، والمسلسل السنة دي هيكون من أعظم المسلسلات اللي هتكون معانا خلال الموسم الرمضان القادم. ومسلسل المداح حقق نجاح كبير جدا في الجزء الاول منه، واللي كان بيتعرض معانا في موسم رمضان 2021، واللي كان بيتعرض على قناة النهار. المسلسل ده هيكون من بطولة النجمة حمادة هلال وحنان سليمان وخالد سرحان وكلهم هان ان ان ومحمد عثمان وهبة مجدي ودينا عبد العزيز وكمال ابو ريا واحمد فؤاد سليم ورشدي الشامي، وهيكون النجم بيومي فؤاد ضيف شرف في المسلسل. والمسلسل هيكون من تاليف امين جمال وشريف يسري ووليد ابو المجد وانتاج اسلام مرسي واخراج احمد سمير فرج، وهيتم عرض المسلسل ده معانا على شاشه MBC مصر في موسم رمضان 2022. واحتمال بشكل كبير جدا المسلسل ده يتذاع معانا الساعه 10 مساء على قناه MBC. بعد نجاح مسلسل ملوك الجدعانة ينفرد نجم واحد بس بالساعة 8 على MBC مصر بعد برنامج رامز جلال مباشرة، وهو النجم عمرو سعد من خلال المسلسل رقم 2 معنا في قائمتنا، واللي هيكون مسلسل توبة، واللي هدور أحداثه تحت إطار من الدراما الأكشن، وهيجسد الفنان عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل شخصية توبة وهو صاحب محل مفاتيح، وهتجسد الفنانة أسماء أبو اليزيد دور مرات توبة، واللي هيكون من بطولة عمرو سعد واللي بيشارك معنا للمرة التانية بعد نجاح آخر أعماله واللي كان مسلسل ملوك الجدعانة، واللي تم عرضه في موسم رمضان 2021. وتعال بقى نعرف مين أبطال المسلسل، واللي هيكون من بطولة عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد وسبا مبارك وماجد المصري وأحمد بدير ودياب وانتصار ورحاب الجمال. والمسلسل هيكون من تأليف فرشة مجموعة شباب وإنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح. ثالث مسلسل معانا هيكون من الأعمال الكوميدية، واللي تقريبا وبنسبة كبيرة جدا هيحتل الساعة 9 في موسم رمضان على شاشة MBC مصر، وهو مسلسل رانيا وسكينة. وده بقى يا صديقي من نوعية الأعمال الكوميدية، واللي متعودين من MBC مصر إن هي كل الأعمال الكوميدية اللي بتعرضها لنا بتكون الساعة 9 علشان نهدم بيها الأكل اللي أكلناه على الفطار. والمسلسل ده هيكون اختلاف في المستوى الاجتماعي، حاجة كده عاملة شبه مسلسل نيلي وشريهان، والمستوى الاجتماعي ده ما بين روبي ومي عمر واللي هما رانيا وسكينة. والمسلسل هيكون من بطولة النجمة روبي ومي عمر وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وعمر الشناوي ومحمد رضوان وعمر الشناوي وأحمد كرارة وسليمان عيد. والمسلسل هيكون من تأليف محمد صلاح العزب يا صديقي مش فخر العرب، وهيكون من إنتاج أمير رمسيس وإخراج شيرين عادل. أما الساعة 11 بقى دي شكلها كده هتروح لمسلسل طلوع روح، ومن ساعة ما شفت البوستر ده اللي عرضته لنا منصة شاهد وانا حاسس ان المسلسل ده هيكون فيه نوع من التشدد الديني ضمن احداث المسلسل، وبترجع لنا بقى النجمه منى شلبي بحاجه عاليه، خصوصا ان هي بقى لها اكتر من 4 مواسم غايبه عن الدراما التلفزيونيه، وهتدور احداث مسلسل طلوع روح حول اطار دراما اجتماعي. والمسلسل هيكون من بطوله منى شلبي والهام شاهين واحمد السعداني ومحمد حاتم وعادل اكرم، والمسلسل هيكون من تاليف محمد هشام وانتاج صادق الصباح واخراج كامله ابو زيد. الساعة 12 بقى هتروح لمسلسل أزمة منتصف العمر، شكلك كده اتفاجئت لما عرفت ان المسلسل ده على MBC مصر. مش عاوزك تقلق، في دايما مسلسلات بتتعرض على اكتر من قناة، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هعرفك ايه هي المسلسلات وايه هي القنوات اللي هتعرضها، وهتدور احداث المسلسل حول اطار دراما تشويقي، والمسلسل هيكون من بطولة النجم ريهام عبد الغفور وكريم فهمي واحمد السعدي
ورشاد الشامي ورانيا رئيس وهند عبد الحليم. والمسلسل هيكون من تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، والمسلسل من فئة المسلسلات الخمستاشر حلقة. وسابع مسلسل معانا هيكون مسلسل مين قال، واللي هتدور أحداثه تحت إطار دراما اجتماعي، والمسلسل هيكون من بطولة النجم جمال سليمان وأحمد داش، ودي المشاركة التانية للنجم جمال سليمان في الدراما الرمضانية، وكانت آخر مسلسلاته هو مسلسل الطاووس اللي تم عرضه في موسم رمضان 2021 على شاشة النهار. المسلسل رقم 8 معانا هيكون مسلسل عشي اسود، والمسلسل ده هيكون من بطولة زينة وأحمد فهمي، وهتدور أحداث المسلسل تحت إطار من الدراما، وهيضم المسلسل قصص وخلافات بتحصل بين الناس. والمسلسل هيكون تأليف مجموعة شباب وأعمال السيناريو وإخراج شيرين عادل. وبكده يا صديقي تكون انت عرفت قائمة مسلسلات قناة ام بي سي مصر بنسبة كبيرة جدا اللي هتشارك بيها في موسم رمضان 2022. دلوقتي معادنا علشان نتكلم عن البرامج وخصوصا برنامج رامز جلال. طبعا بنأكد بنسبة 100% بتواجد برنامج لرامز جلال معانا في موسم رمضان 2022، لان الكلام ده طلع رامز جلال وصرح ان فيه موسم جديد من البرنامج الرمضاني بتاعه وهيشارك بيه ضمن المرسل الرمضاني لسنة 2022. وطبعا غير الاعمال اللي بتفاجئنا بها ام بي سي مصر في كل موسم واللي محدش بيقدر يتوقعها، يعني مثلا ممكن برنامج خمس نجوم، وايضا في برنامج اسمه 30 وش بتأجل لحد الان، واللي هو من بطولة سعد الصغير وهو برنامج مقالب، ده جوه المطبخ بتاع ام بي سي احنا ما نقدرش نوصل له. بس اللي لو عجبتك الحلقة دي ما تبخلش عليا انك تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا هنا في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان توصل لك كل الحلقات الجديدة لحد عندك.